وين ما كنتم مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الـ MTV وطبعا بانتظار اتصالاتكم على 04444444. منبلش مثل العادة بالمعلومة. المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بتقول أنه تبين للمديرية أنه عدد يلي تقدموا للحصول على سجلات عدلية بمكاتب السجل العدلي يلي استحدثت بالمناطق ضئيل جدا وما بيتناسب مع حجم الأعباء المترتبة على عملها. لذلك ولضرورات الخدمة قررت المديرية العامة إلغاء المكاتب المستحدثة، يعني إلغاء مكاتب الكورة، داريا، بعلبك، جب جنين، حلبة، جونية، بعقلين، بنت جبيل، الأوزاعي، ورشية، على أن يستمر العمل بالمكاتب المحددة بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/91 وهي التالية: السجل العدلي المركزي بفرن الشباك، مكاتب سجل العدلي بطرابلس، زحلة، النبطية، وصيدا. وستصدر لائحة تانية مذكرة عامة بتحدد فيها آلية جديدة بتمكن من خلال المواطن الحصول على سجل عدلي بالسرايا الإقليمية على جميع الأراضي اللبنانية. هون في ملاحظة أنه المديرية العامة رح تقوم بدراسة إمكانية إضافة مكتبين بعد التعديل اللازم على المرسوم في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل. فهيك حبيت خبر المواطنين لأنه هلأ يمكن أكتر شيء المناطق البعيدة رح يتأثروا، لأنه مثل عكار كانوا ينزلوا على طرابلس، إن شاء الله بيصير قريباً ببعلبك الهرمل وعكار بيصير في آلية جديدة حتى نوفر كمان على الناس العناء. باخد اتصالاتكم على 04-444-444. أول اتصال لليوم. ألو. ألو، بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم. معك مواطن لبناني، بدي أسألك بس أنه كرمال المحلات اللي عم بيفتحوا الأجانب يعني ما معهم إقامات. نعم. في محل ببيت ماري على رونفوان، محل سجاد فاتح ما عنده إقامة، هو بس شال الاسم تبع المحل وبعده بيفتح عادي وبيفرش سجاداته عادي وبيطلع الغبر علينا عادي وكل شيء. وشوفي وقت اللي بينظف يا مدام ريبيكا، وقت اللي بيطبخ هو وعائلته مدري مين قاعدين، مستأجر المحل وقاعد بالطابق الفوقاني بقلب المحل. طب هيدا أنا رحت تشكيت للشرطة، قالوا الشرطة إذا أنت فيك تشيله بنكون نحن ممنونينك. كيف يعني؟ كيف أنا ما عم بفهم. لا مش هيك، إذا فيك تشيله بنكون ممنونينك. في بلدية وفي قرارات صادرة عن الدولة اللبنانية معممة على البلديات ومعممة على كل المعنيين إنه كل الأعمال يلي هي ضمن القانون، ضمن القانون اللي ما فيها رخص، بدها تتبلغ وزارة العمل في حال ما قدرت البلدية بمؤازرة قوى الأمن سكرت بكل بساطة. يعني أنا بنصحك ما تحكي الشرطة، روح على البلدية وتشكى، وفي حال بالبلدية ما هيدا ساعتها بتتشكى لوزارة العمل بكل بساطة. بس كمان اللبنانيين بدهم يعرفوا يلي عم بيأجروا أجانب وما في معهم رخص هالأجانب، كمان لازم يعرفوا أنه في ضبوطة رح تلحق اللبنانيين كمان. يعني صارت واضحة العملية. بدي كمان بالمعلومات يلي بدي أقولها، كمان المديرية العامة عم بتقول أنه لمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية اللي بيصادف نهار الأربعاء رح تتخذ تدابير السير التالية: تحويل السير بعوكر من أمام أفران ودن عوكر نزولا باتجاه دبي اعتبارا من الساعة 4 من تاريخ 3 تموز 2019 وحتى الانتهاء، وبيبقى السير مفتوح صعودا من ساحة عوكر باتجاه الأفران يلي حكينا عنها. فيرجى أكيد على المواطنين بهالوقت هيدا ينتبهوا شوي لإرشادات قوى الأمن الداخلي. هيدي نهار الأربعاء بعد الظهر مثل ما قلت. كمان بموضوع المي، من يعني مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أحاطت المشتركين المستفيدين من محطة وادي جيلو ببعض بلدات قضائي سور وبنت جبيل أنه عن توقف محطة الضخ ما بين الساعة 10 صباحا والساعة 7 مساء بسبب أعمال تطوير الآبار الموجودة بالمحطة المذكورة. يعني الناس اللي عم تتغذى من هالأبار بدها تعرف أنه في إعادة تطوير للمحطة، في أشغال عم بتصير، ما رح يكون عندهم مي. برجع بتابع، ناخد أكيد اتصالاتكم. ألو. فاصل ومنتابع.